ومسألة التصفيات، يعني انت بتقدم لكم آلاف وبعدين تقعد تفلتر 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 لحد ما بتختاروا المجموعة اللي هتشتغل في معرض الكتاب او في اي من الأنشطة او المحافل التانية. بس انا عايز ارجع لسلمى كقائد متطوعي، انت بدأت التطوع من امتى يا سلمى؟ انا بدأت اطلع عملية التطوع من وانا في تانية اعدادي. تانية اعدادي؟ تانية اعدادي. ايوه ايه ده، يعني كده كان صح، عندك 14 سنة؟ 14 سنة. ها تطوعتي في ايه وانت عندك 14 سنة كنت بقى؟ تطوعت تبع وزارة الشباب والرياضة برضو برضه. اه كان بسبب فضل ماما، هي اللي خلتني اخش في المجال ده كله. هايل. بس وبعد كده دخلت الاول، بعد كده اول ما تطوعت في مع وزارة الشباب والرياضة، بدأت ان انا بقى اتطوع في حاجات تانية مع وزارة الشباب والرياضة. كنت صغيرة في السن، بس ده خلاني اكتسب خبرات اكتر. طبعا ولغايه وصلت مثلا وانا عندي 18 سنه، كنت في ثالثه ثانوي، كانت اول ليا سنه مع استاذ مصطفى في معرض القاهره الدولي للكتاب. كان ساعتها هو التحدي بالنسبه لي ان انا في ثالثه ثانوي وبتطوع في معرض القاهره الدولي للكتاب، يعني ازاي؟ بس يعني كل ده برضو يعني بفضل ماما وبعدين استاذ مصطفى وبعدين بفضل الاول والاخير لربنا. بس فكان ساعتها اول سنه وانا 18 سنه، دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده ان انا في معرض الكتاب. انا ما رحتش معرض الكتاب قبل كده خالص، كانت اول سنه ليا وانا 16 سنه. كان ساعتها انا كنت ليدر، وكان تحتيه الناس كلها من 20 ل 24 سنه. فانت كنت تيم ليدر على مجموعه اكبر منك في السن، بالظبط بس انت عندك خبره اطول. بالظبط. بس فساعتها دي كانت بالنسبه لي اللي هو التحدي، ان انا هتعامل معاهم ازاي. انا عقليتي اصغر منهم، حتى لو تطوعت بس انا اصغر منهم برضه. هم ليهم اسلوبهم، ليهم حياه الجامعيه، انا كنت ثالثه ثانوي. فدي بقى ساعتها بدات ان انا اعرف اختلط بالناس، اعرف اعمل ثقافات. يعني انا ما عنديش اخوات، بس انا بسبب العمل التطوعي اتعرفت على ناس كتير، عملت اخوات، عملت اصحاب. الحمد لله. بتبني شخصيتك بقى بالظبط. عشان تبقي تيم ليدر وتبقي سوبرفايزر، يعني شخصية انا اللي هقول ايه.